دلوقتي هتكلم عن طريقة عزف الموسيقى الصيني. الموسيقى الصيني في 30 ثانية. طبعا الناس بتقول لك بقى ايه المزيكا الصيني وتكبر الموضوع. الموضوع ابسط من كده. دي يعني بص، دي زمارة صيني اهي، شاريها من الصين، كانت ب 700، فصلت خدتها ب 46 بالشاحن بالضمان بكل حاجة. والمزيكا الصيني بص، يعني انت لما يكون معاك آلة زي دي، دي زي اي زمارة في الدنيا. فكرتها بتتلخص في حاجتين: اولا انك انت وانت بتعزف تلزق صباعين في بعض كده، يعني مش تعمل تا 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 بالترتيب كده، لا، تيجي عند صباعين وتلزقهم في بعض. انهي صباعين بقى؟ اي صباعين، لان ده صيني فمحدش فاهم حاجه، محدش هيعدل عليك، فانت تلزق صباعين في بعض وخلاص. الحاجه التانيه انك تبقى حساس، في حساسيه في ال... دي مش عارف اشرحها، يعني دي ما لهاش معنى اصلا، يعني تبقى حساس وخلاص. اوكي، مثال عملي. الراجل ضحك عليا ولا ايه؟ مش صيني ده، ده مش صيني كده.